لا كل ساعة ونذبها برأس شبكات التواصل الاجتماعي. إذا أكو ناس هم ما يعرفون يتعاملوا مع هاي الشبكات، هاي مشكلتهم، مشكلة تربيتهم، مشكلة الأسرة. الزواج المبكر، أطفال مراهقين بعدهم يزوجوهم وأهاليتهم بس يردون يخلصون من عندهم. البنت توصل عمرها بالعشرين يقول لك هاي خلص فاتها القطار بعد ما حد يتزوجها. يعني هذا المنطق وهذه الثقافة الغير صحيحة السائدة في المجتمع العراقي، هذه نتائجها: طلاق مبكر، كثرة نسبة عدد الطلاقات، وتفكك سري. قبل قليل شخص مواليد 98 منتحر وقاتل أولاده الاثنين بالنار وهو عنده بعد أولاد آخرين، يعني كل عمره 22 سنة 24 سنة متزوج مخلف لأربعة. هذا الزواج المبكر أيضا يسهم في هذا الأمر. لماذا كل شيء نرميه على الآخرين؟ لماذا لا نتحدث عن التربية، عن العائلة؟ العائلة اللي ما تستطيع أن تدعم أولادها تروح تزوجهم وتذبهم بالشارع، ما لها علاقة بهم. نعم سيد الكريم، بخصوص شبكات التواصل الاجتماعي أحب أوضح عليها، يعني هنا ما نعول عليه والمشاكل كلها وارتفاع نسب الطلاق بسبب شبكات التواصل الاجتماعي، لا هذا شيء مستحيل، ولكن الخيانات الزوجية بسبب أرسال الصور وما شابه وإنشاء بعض العلاقات ويؤدي إلى ارتفاع نسب الطلاق. ولكن حقيقة المشكلة أهمية هي مشكلة اقتصادية ومشكلة معيشية وانعدام أو قلة، يعني قلة مدخرات الفرد أو العائلة من الناحية الاقتصادية، أضافة إلى أزمة السكن، أضافة إلى زواج القاصرات. اليوم البيت العراقي أو الحالة الزوجية إذا لم تكن المرأة أو الزوجة أو الزوج وحتى الزوج بالغين، لا يوجد أي توافق بينهم، وحقيقة تؤدي إلى ارتفاع الطلاق. اليوم لازم أن يكون الزوجة في سن معين يحافظ عليها القانون، ولكن الأعراف العشائرية سائدة في المجتمع العراقي، وهذا ما نعاني. حتى المطلقة لم تخلص من ألسنة المجتمع، حقيقة مجتمع عشائري، مجتمع يأمن ويرى أن المطلقة هذه أجل الله السامع عار على أهلها، ولكن أغلب حالات الطلاق النساء ليس السبب هن، ولكن الأزواج يكون هم في سبب وفي مشاكل متعددة. زواج القاصرات أدى إلى تفكك البيت العراقي، حقيقة الزواج يعتمد على الانسجام وعلى التوافق بين الزوج والزوجة، ولكن بعض الأعمار المعينة لا تتحمل مسؤولية بيت، وإحنا في ظرف اقتصادي جدا صعب، وكلها الأسباب اللي دنعيشها والمشاكل والأزمات التي لم يجدون لها حلول هي ترتبط بالعملية السياسية.